قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل متعمد عددا من المخابز في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين الذين كانوا بداخلها وفي محيطها. وكان طيران الاحتلال قد قصف ودمر 5 مخابز في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو باستهداف محيطها. وأدى القصف إلى استشهاد عشرات الشهداء ومئات المصابين في صفوف المصطفين في الطوابير لشراء احتياجاتهم من الخبز.